انتخابات مبكرة أفرزها حراك تشرين وثورة شعبية سلمية آثرت البقاء في الشوارع وساحات الاعتصام على مدى أكثر من عام، لينتج عنها تسليم السلطة السياسية الحاكمة ورضوخها للأمر الواقع. وجرت الانتخابات وفاز من فاز وخسر من خسر. خسرت رؤوس كبيرة كانت تعول على جمهورها الذي ضاع بين مطرقة العوز وسندان الإحباط، وآخرون لم يحالفهم الحظ، ومقاعد كثيرة لجمهور جرب أصحابه لكنه يريد المغامرة بتجربة استلام السلطة. وقد يكون الفوز أحيانا سيفا ذا حدين. نتائج أولية وطعون وخروج أنصار الخاسرين إلى الشوارع وصعود ملفت لشباب ولد من رحم تشرين. وقد تكون الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، لكن المسلم به أن لا تغيير قد يلوح في الأفق مع استعراض لعضلات هذا وذاك، وقد يبقى الشعب ضحية التحالفات. متابعينا الأعزاء، تحية طيبة لكم أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج رأي مواطن استطلعنا فيها آراء بعض المواطنين بخصوص الانتخابات ونتائجها. تعالوا معنا لنستمع إلى آرائهم. نلتقي بالحاج، السلام عليكم. اهلا يا مرحبا. اول انتخبت؟ انتخبت نعم. شنو رايك بالانتخابات بشكل عام؟ الانتخابات هي عمليه ديمقراطيه وضعت في اوروبا، بدات في اوروبا وانتشرت بالدول العربيه والدول العالم، ودخلت لنا هذه الانتخابات بعد سقوط النظام السابق، وتطورت تدريجيا. كانت الانتخابات غير دقيقة في السنوات السابقة، لكن انتخابات هذا العام أو هذه السنة بها نوع من الدقة والنظام والترتيب وضبط الأمن. نعم. كونك ذكرت العملية الديمقراطية دخولها بعد سقوط النظام، يعني أول تجربة إلى العراق هي بعد سقوط النظام العملية الديمقراطية. برأيك هل فهمت الديمقراطية بشكل صحيح من قبل الشعب العراقي؟ لا طبعاً، ما مفهومه بالشكل الصحيح. فهمت على أساس العلاقات وعلى أساس القرباء وعلى أساس العشيرة وعلى أساس هذا صديقي وهذا أقاربي. واللي لاحظناه إحنا هسه في مناطقنا اللي صارت فيها الانتخابات، إنه مجرد إنه هذا الشخص موجود ما يعرفون شنو خلفيته، الخلفية العلمية، خلفية الثقافية، إمكاني هل هذا الرجل إنه يقدم شيء للبلد؟ فعلى هذا الأساس الناس فهم الديمقراطية. هذا المفهوم المغلوط. هذا المفهوم. هذا من المفهوم. من اللي وصله إلى الشعب؟ هل كان المسؤولية الكتل والأحزاب السياسية بعد سقوط النظام؟ يعني هل هم اللي أوصلوا الفكرة المغلوطة للشعب عن بالنسبة للديمقراطية؟ أكيد أكيد. نعم. اللي صار بالشارع هي اللي وصلت هذه الفكرة، إنه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم. فأني أنصر أخوي هذا بالانتخابات، يعني على أساس الطائفية والمذهبية المتطرفة، أوصله إلى حتى أني أستفيد منه كشخص لا أكثر. أما السنة هذه السنة فإحنا نتفائل خير إن شاء الله بهذه العملية من خلال التنظيم ومن خلال اختيار. هل نتائج الانتخابات كانت مرضية؟ نعم كانت مرضية في نظري أنا، ما أعرف. أشوفها مرضية بنسبة كبيرة. تتأمل خيرا إن شاء الله في الأيام القادمة من الحكومة اللي راح تشكل بعد أيام إن شاء الله؟ والله اللي يستر. هذا أهم سؤال. نعم. تصور راح تتأخر تشكيل الحكومة؟ أكيد أكيد تتأخر، إذا مو فد 7 أشهر 8 أشهر. والسبب؟ السبب هو التجاذبات السياسية اللي موجودة بين الأطراف. رسالة
توجهها إلى رسالة كل الأحزاب والكتل والشخصيات التي رسالة فازت في هذه الانتخابات؟ رسالة لأهلنا الكتل السياسية، خلوا يدكم مع بعض إيد بإيد لخدمة هذا الشعب المظلوم، لأن هذا الشعب عانى الويلات من في السنين السابقة. سؤال أخير، نعم. نصيب من ستكون رئاسة الوزراء برأيك حسب تحليلك؟ الكتلة الأكبر. الآن الكتلة الصدرية هي الكتلة الأكبر، ممكن تكون من عندهم؟ ممكن احتمال كبير. نعم، شكرا لك حبيبي. شكرا لك عمي. متابعينا الاعزاء، راح نلتقي بالاخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون الاحوال؟ اهلا وسهلا بكم. كانت الداعي نيوز وياك. اهلا وسهلا بكم. موضوعنا اليوم عن الانتخابات. نعم. هل انت بدايه مؤيد الانتخابات ام من المقاطعين؟ لا، انا من المؤيدين والمشجعين للانتخابات للتغيير. نعم. شو شوف هاي الانتخابات الاخيره؟ والله الانتخابات الاخيره بها تلاعب صار. شلون؟ اصوات راحت، تلاعب بالماكينه. اي اكو، ماكو شفافيه. هاي ترجع عليها المفوضيه، هاي كلها ها نحمل المفوضيه عليها، لان ما بيها شفافيه. يعني تعتبر صار هناك تزوير؟ نعم. انتخابات؟ اي اكو. يعني هذه الاصوات تعتبرها غير صحيحه؟ هاي غير اصوات غير صحيحه، وبيها تزوير وتلاعب بالاصوات. واكو اصوات انسرقت، واكو اصوات لحد الان ما طالعه. مع هذا التزوير، نعم. تعتقد انه هذه الانتخابات ستغير من الواقع للأسوأ للافضل؟ اذا بقت الانتخابات النتائج سلبيه نحو الأسوأ. احنا ما بيها شفافيه وما بيها يعني مصداقيه، يعني كل ساعه شكل. بتوجه رساله المفوضيه المستقله للانتخابات؟ اقول لهم صيروا حياديين، والاصوات امانه في اعناقكم، هذه اصوات الناس امانه في اعناقكم. احنا نريد التغيير نحو الصحيح. انتخبت لو لا؟ انتخبت ان شاء الله. الحمد لله وشكرا. شكرا لك. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، نلتقي بالاخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسم حضرتك؟ عادل صالح حسن. يا اهلا وسهلا حبيبي. برنامج راي مواطن، موضوعنا عن الانتخابات ونتائجها. تمام. بشكل عام شلون نشوف الانتخابات بالعراق، سواء هذه الانتخابات الاخيره او اللي قبلها؟ عموما هذه الانتخابات في هذه السنه يعني كانت بها نوع من الديمقراطيه، وبنفس الوقت حداثه، وما اعتقد انه راح يكون بها مجال للتلاعب، باعتبار الاجهزه اللي كانت في الانتخابات اجهزه حديثه ومتطوره، ما بها مجال للتلاعب، بدليل انه لما توضع الكارت في جهاز التحقق، انا بالمناسبه يعني كنت مدير محطه، فكان شغلي يعني بتماس مع الناس اللي يجون ينتخبون المصوتين. فاللي لاحظته انه لما توضع الكارت بطاقه الناخب راح تطلع بيانات الناخب كامله، واكو جهاز ثاني اللي هو جهاز البيكوز اللي هو صندوق الاقتراع، هذا الجهاز راح يرسل المعلومات لنفس الصندوق. الصندوق راح يقرا بطاقه الناخب ويبدي يحقق بها، وتبدي عمليه تسجيل المعلومات تسجل في فلاش رام. هذا راح نرجع له. اسالك سؤال، انت قلت لي هذه الانتخابات صار بها شيء من الديمقراطيه، الانتخابات السابقه كانت مو احنا باوع، احنا في مجال الديمقراطيه. تمام. بالعراق حاليا احنا بدنينا يعني بخطوات بطيئه جدا. تمام. في مجال الديمقراطيه. تمام. اكو دول سابقه ومتقدمه علينا بمجال الديمقراطيه، باعتبار ان الديمقراطيه جربت بعد سقوط النظام. بالضبط. فاحنا احنا يرادلنا وقت على. تمام. ما موضوع الديمقراطيه يتحقق عندنا بشكل كامل. نرجع على موضوعنا، هذا مهم جدا. طبعا. يعني اذا اني دخلت الورقه باعتبارك انت مدير مركز انتخابي. طبعا. اذا دخلت الورقه بدون ما يعني موجود بطاقه الناخب، هذه الورقه لما تحسب يعني اكو ربط بين الصندوق وبين هذا الجهاز؟ هاي المعلومه الجهاز ما يستقبلها، ورقه الناخب يرفضها يرجعها. وقلت لك اني باعتبار اول ما تدخل بطاقه الناخب اكو جهاز يسموه جهاز التحقق، هذا عنده اوليات بياناته كلها موجوده مبرمجه بما فيها 10 بصمات. انت راح تاخذ، احنا راح ناخذ بصمه واحده، بصمه الابهام من الناخب. تمام. راح يقرا كل البيانات، راح تطلع عندي صورته وكل معلومات الشخص. هذا الجهاز التحقق راح يرسل الى جهاز البيكوز اللي هو صندوق الاقتراع، ينطيني بيانات المعلومات. من انطى البيانات، من تجي الورقه، راح هو الجهاز يقرا الورقه ويبدي يبحث، يسوي سيرش.
يقرأ كل المعلومات. إذا قرأ المعلومات راح يبدأ يستقبلها البطاقة. إذا البطاقة ما بيها ختم ما بيها انتخاب يرفضها. إذا انتخب أكثر من شخص بهاي الحالة هم نفس الحالة راح يرفضها، تعتبر بطالة. يعني بهذا الحال يعني رأيك وبهذه التقنية الموجودة لا يوجد تزوير إطلاقا لو عموما على مستوى الأجهزة وعمل الأجهزة ما في، يعني ما أعتقد أكو تزوير. تمام. برأيك تشكيل الحكومة القادمة هل من الممكن راح يحدث تغيير حتى ولو شيء طفيف؟ أكيد أكيد أكيد، لأنه اللي لاحظناه أنه أكو كتل أخذت يعني أعداد كلش كبيرة من البرلمانيين، حصلوا أصوات هواية، وشفت أني لاحظت أنه بعض الكتل يجوي ناخبين كلش هواية بأعداد كبيرة لهم، فقدروا يحصلون على مقاعد كبيرة. هل ترى المقاطعة كانت شيء إيجابي؟ لا، هو فشي غلط موضوع المقاطعة. شوف، إحنا مرات يعني أمور سلبية دا نلاحظها بالبرلمان أو بالحكومة وننتقدها دائما ونعترض عليها، لكن احنا بنفس الوقت احنا من نعترض على هاي الامور المفروض احنا نغير. يعني لازم هو التغيير شلون يكون؟ نعم. انه اني وانت نعم. ومن خلال المجتمع كله. يعني انا اذا ما اغير وما اطلع وقب بيتي واقعد اندب الحظ واقول اني هيك وكذا وكذا والحكومه كذا. احنا مو كل الامور يعني كل الامور اني يعني نرميها على الحكومه. يعني ما يعني رايك الطريق الانسب طبعا المواطن هو الانتخاب. طبعا الانتخاب اكيد هو اللي يغير. طيب. بدليل انه احنا شفنا وجوه جديده جتي، ناس يعني وجوه جديدة وناس تكنوقراط، يعني ناس. نتائج الانتخابات شنو رأيك بها بشكل عام؟ يعني بشكل عام أنا لا والله، يعني النسب كلش كانت ضئيلة، يعني إحنا كنا متوقعين يعني بعد اللي شافوه الناس والمعاناة اللي عانوها والشعب المواطنين والشعب العراقي بعد المعاناة اللي شافها، المفروض أنا كنت أتوقع يعني أكبر نسبة راح تجي ينتخبون حتى يغيرون، بس ما أعرف الظاهر ما جاي يستفادون من التجارب اللي مضت. توجهها إلى الحكومة اللي راح تشكل بعد أيام بعد أشهر ما نعرف. شنو رسالتك؟ والله يا ريت لو يعني يستفيدون من التجارب اللي مضت. أي. ويعني ينظرون لهذا الناس وهذا الشعب، ينظرون له بعين الأبوة بعين يعني. سؤال أخير. أي. برأيك نصيب من ستكون رئاسة الوزراء؟ شوف، هذا السؤال جدا ذكي وحلو، بس أي. أكو بعد هواي حسابات يعني. وأكو أتوقع يعني أكو تحالفات حالياً؟ هو احنا عموما باللي شفناه بالنتائج كان اكو فد نوع كتله من الكتل. نعم. اي بس هذا مو ثابت، اكو تغيير، اكو تحالفات، واكو يعني بعد على الايام الجايه راح تبين خلال هالثلاث ايام اربعه اكو نتأمل خير. مفاجآت. نتأمل خير ان شاء الله. والله ان شاء الله، يعني انا حتى لا اكون متشائم اتأمل خير، يعني بدليل انه يعني شفت وجوه جديده اجتي وان شاء الله يعني بهم البركه ان شاء الله اكو تغيير. حبيبي استاذ الله يخليك. الله يحفظك. اشكرك. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ اسم حضرتك؟ أمير. الله يخليك. رحم الله. بداية شو رأيك بالانتخابات بشكل عام؟ والله الانتخابات هي كلها بوق بوق. زين. اي والله، لا تجيبها من هنا تحطها من هنا. زين. قلي. زين. يعني هاي السالفة راح يصير بعد بيها بوق أكثر. والله ما انتخبت. ها قصة لا انتخب. تتصور هذه الانتخابات راح تحدث تغيير للأسوأ أو للأحسن؟ والله احنا نشوف، والله بلكت احنا نشوف السيد بلكت الله يسويها زين وينجح العالم كلها. راي العالم قاعده عطاله بطاله زين. لا نور المالك يسوى، لا الكاظم يسوى، لا العباد يسوى، لا شوكت تتأمل بتشكيل حكومه جديده ممكن انه تنطي للشعب ما كان محروم منه كل هذه السنين؟ بلكت الله كل شيء ما شفنا من عندها. جيعان قالوا نوزع جيعان، ماكو تعيينات، ماكو خدمات، ماكو زين كهرباء، ماكو زين. يعني بعد شو يسوي واحد؟ شو يسوي؟ قام العالم تناب بالشارع عمي. زين. عالم قام تناب بالشارع والله. زين. زين ايش عجب ما انتخبت لعد؟ كان ممكن تغير بالانتخابات. هواي عالم انتخبت. زين. وفاز هو السيد. زين وخلينا نشوف السيد شو يسوي؟ والورق هذا الصاعد دمر العالم، دمرهم العالم عمي، بس واحد دمرهم. زين رساله زين. للحكومه الجديده اللي راح تشكل احنا شو نريد من عندهم عمي؟ فتحوا لنا التعيينات. زين فتحوا لنا التعيينات. زين الورق ينزلوا. زين بطل الزيت كان بالف وربع هسه صار بثلاثه عمي. صح. صار بثلاثه عمي، العالم ما تاكل. تجارات وراها. زين اطفال. زين
يعني العالم تعبت والله تعبت والله العظيم تعبت والله العظيم والله تعبت العالم. تأمل خير إن شاء الله. رحم الله والديك حبيبي. شكرا لك. متابعينا الاعزاء لازلنا مستمرين وياكم حلقتنا هذا اليوم من برنامج راي مواطن ونلتقي بالشباب. السلام عليكم. السلام حبيبي الاخوي. اسم حضرتك؟ سيف. اول انتخبت؟ لا والله ما انتخبت. ليش تكذب عليك؟ شنو فكرتك عن الانتخابات او رايك عن الانتخابات بشكل عام؟ والله احنا نتمنى من اللي يجي يعني يكون يوفر لنا خدمات، يوفر لنا تعيينات، يوفر لنا شيء، مو بس وعود كاذبه راح اعينكم وراح ما ادري شنو جماعه هذا يعطي 50 هذا يعطي 100 وما ادري شنو الجماعه حسب بطانيه يحبك يروح ينتخب فلان وبكارته بالعشره يروح ينتخب فلان. هسه انا شفت مرشح على الفيس وين ينشرون على التواصل ما فاز شلع التبليط بالشفط، واحد خلى محوله ما فاز شال المحوله. يعني هسه سوي شيء لله، سوي شيء للعالم، مو ما تفوز شيء للمحوله ما تفوز شيء للتبليط. يعني هسه التبليط انت غير سويته شغله انسانيه مو لولا انت خو ما سوي تبليط والله على مود مصلحتك وغايتك. زين انت باكر عقبه فزت، باكر عقبه ترشح مره ثانيه، زين ترشح مره ثانيه الناس اللي على طبعت انت شايل التبليط شايل المحوله. فاحنا شو نريد؟ نريد من الحكومه جايه توفر لنا تعيينات، توفر لنا خدمات، توفر لنا شيء. هسه وايد ناس راح يضحكون على حكي راح يقول هذا والله بطران، بس هي احنا شو نريد؟ نريد من الحكومه يعني توفر لنا هاي الخدمات وهاي المطالب، والمطالب مفهومه. طلعنا عليه مظاهرات رايك هذه انت من ضمن المتظاهرين اللي طلعت، كان هو من اهم مطلب من مطالب التظاهرات تشرين هو حل حكومه عادل عبد المهدي وانتخابات مبكره. هذه الانتخابات هي كانت من احد مطالب التظاهرات. هل هاي الانتخابات شفتها بالمستوى المطلوب بالنسبه انت كمتظاهر؟ والله كمشاركه نسبه قليله، وانا من ضمن يعني اقول لك من ضمن العالم اللي ما مشاركت. ليش ما شاركت وانت كان شاركت. مطلبكم يعني مطلب المتظاهرين ما شاركت يعني جاي اشوف يعني سبب مو ناس كفوه يعني او وجوه نفسها وتبدا بعد خلف الستار الناس تعرف انت تجتمع الكتل تجتمع وتعرف هسه مثل ما جاي دور بالاخبار اجتماعات حول تجمع الكتل واجتماعات حول فلان وفلان وفلان. يعني معقوله ما كان اكو وجوه جديده ممكن واحد يغير بيها؟ ممكن اكو ممكن هاي يجوز غير يخالفني الراي، يجوز نعم. اذا كان انتخب يجوز غير يقول لك لا انا اذا ما انتخب ما راح اغير راح اقعد بالبيت راح اعوف الفساد باقين صحيح؟ تمام. بس احنا نتمنى انه يعني بعدين حسمه الانتخابات نتمنى من الحكومه الجايه انه تنظر لهذا الشعب المسكين. نتائج الانتخابات برايك شو تشوفها يعني؟ بشكل عام يعني. بس انا اقول لك ما طلع الاصوات هواي مو متعلمين قبل مثل قبل ما يطلع الاصوات. اي. على التزوير وهاي فيقول لك هاي مو نزيه. نعم. ومن يطلع الاصوات قليله يقول لك نعم. تزوير بها. ليش؟ لان يريد الاصوات بعد. تمام، احنا ايضا نرسل رساله من خلال وكالتنا وكاله الداعي نيوز لجميع المواطنين لجميع العراقيين انه ما معقوله تخلو من وجوه جديده في كل انتخابات. فنتمنى من العراقيين ان يبحثون عن وجوه جديده، ربما هناك وجوه جديده لم تظهر في الساحه العراقيه، ممكن هذه الوجوه تحدث تغيير حتى ولو كان طفيف، ونتامل خير بالايام القادمه ان شاء الله. شكرا لكم.